أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة حضرموت، نستهلها بأبرز العناوين. الرئيس العليمي يبحث مع وزير الخارجية الكويتي العلاقات الثنائية بين البلدين. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لتقييم تنفيذ توجيهات معالجة وضع الكهرباء. واستعدادات مكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن بمنفذ الوديعة بحضرموت. ومن الإيجاز إلى التفصيل، أهلا بكم. بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار الدعم الكويتي لليمن. وخلال اللقاء أعرب الرئيس العليمي عن امتنانه للدعم الكويتي لليمن، مؤكدا استمرار مجلس القيادة الرئاسي في الوفاء بتعهداته من أجل استعادة الدولة وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام، انطلاقا من الدعم الذي تقدمه الكويت ودول التحالف في كافة. من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي أن بلاده ستعمل بكل الوسائل المتاحة لمساندة القضية اليمنية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، قائلا إن مرجعيات الحل للأزمة بما فيها القرار 2216 هي ثوابت مقدسة بالنسبة للدبلوماسية الكويتية، متعهدا بإعادة النظر لناحية زيادة الدعم في برامج التعاون المختلفة مع الجانب اليمني، وخصوصا المجالات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والخدمية. قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن اليمن لابد أن يكون جزءا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا للتاريخ المشترك والنسيج المجتمعي والشعب الواحد. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقصر بيان في إطار زيارته الرسمية لدولة الكويت الشقيقة. وفي اللقاء أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي تميز العلاقات اليمنية الكويتية الضاربة في عمق التاريخ منذ أن تأسست الدولة الخليجية الشقيقة، وأكد أن مجلس الأمة لديه توافق تام بشأن اليمن وضرورة تقديم كل ما يمكن من دعم لشعبه وقيادته السياسية الشرعية، بما في ذلك الإسناد اللازم في المحافل الإقليمية والدولية تلبية للجانب الإنساني والأخلاقي والتاريخ المشترك بين البلدين. وشدد الرئيس العليمي خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس القيادة فرج البحسني الإعراب عن سعادته الغامرة بزيارة دولة الكويت البلد الشقيق الذي قدم بسخاء كل الدعم لليمن وشعبه في مختلف المراحل. ترأس رئيس الوزراء معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وشركة النفط وكهرباء عدن. جرى خلال الاجتماع تقييم مستوى تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الأعلى للطاقة لمعالجة وتحسين وضع الكهرباء، إضافة إلى المعالجات العاجلة المتخذة لتوفير وقود الكهرباء وفق إجراءات شفافة ومقترحات تجاوز التحديات القائمة. كما تم مناقشة مستوى العمل في مشاريع نقل وتصريف الطاقة والنقاشات الجارية مع الشركات الكبرى في قطاع الكهرباء، سواء للصيانة والحفاظ على مستوى أداء المحطات الحالية أو آفاق الشراكة في مشاريع استراتيجية مستقبلية. وأكد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها من التوجيهات لمعالجة أوضاع الكهرباء خاصة في العاصمة المؤقتة عدن بشكل عاجل، موجها بالعمل بجهود استثنائية لتحسين الخدمة وإيجاد معالجات للخروج المتكرر لمحطات الطاقة عن الخدمة والاستجابة السريعة لأي أعطال وتنفيذ الصيانة الدورية أولا بأول. التقى وزير المالية سالم صالح بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي في الرياض وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها اليمن وسبل تفعيل التعاون بين الجانبين. حضر اللقاء السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على برنامج إعادة إعمار اليمن محمد الجابر وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري مع مدير مكتب اليونيسف في عدن تشارلز نزوكي تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التعليمية الممولة من اليونيسف. وفي اللقاء أكد العكبري ضرورة الاستمرار في وضع الخطوات الجادة والتسريع بها لتعزيز شراكة مع اليونيسف وفق اتفاقيات واضحة وشفافة، وتصحيح جميع الإشكاليات والعراقيل التي تواجه إمكانية دعم قطاع التعليم بصورة تسهم في استقرار الأوضاع التعليمية في اليمن. من جانبه ثمن نزوكي جهود وزارة التربية والتعليم في تذليل جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه تسريع العمل لتنفيذ تلك المشاريع الداعمة لقطاع التعليم، متطلعا إلى خلق مزيد من التعاون وتعزيز الشراكة بين المنظمة ووزارة التربية والتعليم في اليمن. أشاد محافظ شبوة عوض العولقي بجهود الأجهزة الأمنية المبذولة في محاربة ومكافحة المخدرات والنتائج التي تحققت في هذا الإطار. وشدد محافظ شبوة خلال لقائه بالمدير العام لشرطة المحافظة العميد الركن عوض الدحبول على ضرورة استمرار تلك الجهود ومضاعفتها للحد من انتشار المواد المخدرة حتى يتم القضاء على هذه الآفة وتخليص المحافظة ومواطنيها من شرورها ومخاطرها. واستعرض المدير العام للشرطة النتائج التي تحققت في جهود مكافحة المخدرات بالمحافظة خلال الفترة الماضية. دشن وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدون أعمال البرنامج التدريبي للموجهين ونظراء الموجهين دليل المدرب، الذي يستهدف 275 على مستوى مديريات المحافظة. وأشار الوكيل عبدون إلى أن الهدف من تنفيذ البرنامج هو اكتساب المستهدفين حزمة من المعلومات والمهارات الفنية وعكسها على الواقع الميداني التربوي. وأكد الوكيل عبدون أن قيادة مكتب الوزارة بالساحل اعتمدت خلال الفترة الماضية 260 برنامجا تدريبيا شامل دورات ونقاشات ولقاءات تقييمية لمختلف التخصصات التربوية والتعليمية. عقب ذلك وزع المشاركون في البرنامج التدريبي على 14 قاعة بمجمع بلقيس التعليمي التربوي بمديرية المكلا، يتلقون خلالها معارف ومهارات من قبل المتخصصين من كوادر التوجيه التربوي بمكتب الوزارة. أقرت لجنة تنظيم تفويج حجاج بيت الله الحرام بمنفذ الوديعة البري بحضرموت جملة من الإجراءات الكفيلة بإنجاح عملية تنظيم التفويج لأعداد من ضيوف الرحمن من المحافظات كافة، والبالغ عددهم 10852 حاجا وحاجة. واستعرضت اللجنة الأدوار المناطة بالجهات الخدمية واحتياجاتها من المواد والمستلزمات الإيوائية والصحية والغذائية خلال فترة مكوث الحجاج بالمنفذ، وكيفية تجنب التكدس والازدحام من خلال تنسيق حركة حافلات نقل الحجاج بين وكالات السفريات الحج والعمرة والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ومصلحتي الهجرة والجوازات والجمارك لتسيير رحلات الحجاج بسلاسة. كما تم استعراض الشروط الصادرة من قبل وزارتي الصحة والأوقاف المتمثلة في توفير الشهادة الصحية وفحص البي سي آر لكل حاج وحاجة لكي يتجنبوا تأخيرهم أو منعهم من المرور بالمنفذ. وكلفت اللجنة ولجنتها التنفيذية بإعداد خطة عملها خلال فترة تفويج الحجاج والاحتياجات اللازمة وإعداد قوائم بالشباب المتطوعين وفق الشروط المحددة للمشاركين بما يتوافق أعداد الحجاج لهذا العام. رأس الدكتور حسين العمودي وفد الفريق الجراحي السعودي في المخيم 12 لجراحة قلب الكبار بمركز نبض الحياة بالمكلا الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأجرى جراح القلب حسين العمودي 17 عملية معقدة لحالات متأخرة جدا من مختلف أرجاء اليمن. وأشار الدكتور العمودي إلى أنهم عملوا على إصلاح وتغيير صمامات القلب وتوسيع الأبهر وزراعة الشرايين وبعض العمليات لأول مرة تجرى في المنطقة تكللت جميعها بالنجاح. والدكتور حسين العمودي من مخرجات مؤسسة حضرموت تنمية بشرية في كندا، وهو حاصل على البورد الكندي من جامعة وسترن الكندية بلندن أونتاريو، كما حصل على شهادة التخصص الدقيق في اعتلال عضلة القلب والقلب الصناعي وزراعة القلب والرئتين من جامعة ألبرتا بكندا،
وكذلك اختصاص جراحات القلب بالمنظار والروبوت بجامعة وسترن الكندية. مع ارتفاع معاناة المرضى، تعلو الأصوات التحذيرية من توقف تام لخدمات أبرز وأهم مركز غسيل للكلى في مستشفى الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن، وتبرز المطالبات العاجلة لإنقاذ حياة مئات المرضى عقب توقف عملية استيراد مواد الغسيل الكلوي بسبب عدم تسديد مديونية الاستيراد. مزيد من التفاصيل مع حلمي حسن. تستمر الأصوات الطبية في التحذير من توقف أبرز وأهم مراكز غسيل للكلى في محافظة عدن، والذي يقع في نطاق مستشفى الجمهوري إحدى أكبر المستشفيات في المحافظة، بسبب نفاذ مواد الغسيل وتوقف عملية الاستيراد لهذه المواد. وعلى الرغم من الحلول المؤقتة التي وضعتها وزارة الصحة وبعض من رجال الأعمال، إلا أن إدارة المركز حذرت من إغلاقه في حال لم يتم تسديد المديونية لمورد مواد الغسيل الذي أوقف عملية التوريد. للأسف في الفترة اللي تزامنت مع القصور في الموازنة، اعتذر الصليب الأحمر بتموين المركز في أكتوبر 2021. هذا أدى إلى استهلاك المخزون الأساسي اللي موجود لدينا، وعلى إثره نحن شكلنا نداء استغاثة للحكومة ووزارة الصحة وأصحاب الأيادي البيضاء. نحن نطالب وإلى حد يومنا هذا إلى تغطية العجز بالموازنة اللي هي 3 سنوات، وتسديد المديونية حتى يستمر المركز بتقديم خدمته لمرضى الفشل الكلوي. قرابة 100 حالة غسيل يجريها المركز بشكل يومي، والذي يستقبل أكثر من 200 حالة، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على المستشفى الذي يواجه صعوبة كبيرة في توفير مواد الغسيل وبعضا من الأدوية الخاصة بالمرضى، وهو ما جعله يوجه نداء استغاثة بضرورة سرعة تلبية احتياجات المركز لضمان استمرارية عمله. بالنسبة للمعاناة، نعاني من نقص الأدوية وبعض المستلزمات اللي تخص الغسيل نقص، والأمل من الجهة الداعمة أن تلفت إلى مركز الغسيل. وبالنسبة للمواصلات يعني متعبة علينا، نجي من مناطق بعيد. نعاني هنا في المركز يعني من بعد المسافة، ونعاني من نقص في الأدوية مثل حق الضغط والكالسيوم وبعض الأدوية، يعني تكلف علينا مبالغ باهظة نشتريها من الصيدليات مع ارتفاع الغلاء هذا يعني في هذا المكان، ويرمس علينا بعض أحيان بموارد الغسيل نلتقى إلى سلافة من أماكن أخرى. باتت حياة المئات من مرضى الفشل الكلوي في العاصمة المؤقتة عدن على المحك بعد أن أصبح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهورية مهدد بالإغلاق لنفاذ مواد الغسيل وسط مناشدات عاجلة للإسراع بإنقاذ حياة المرضى. حلمي حسن، لقناة حضرموت، عدن. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة المؤقتة عدن توزيع المقاعد المدرسية والمستلزمات والوسائل التعليمية ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة. وفي التدشين أكد رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار محمد الحاج والمدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتورة نجوى فضل أهمية المشروع في تجهيز مدارس ومراكز ذوي الإعاقة ومحو الأمية بالكراسي والوسائل والمستلزمات التعليمية وإعادة تهيئة الفصول ل29 مركز لذوي الإعاقة ومحو الأمية في محافظات حضرموت وعدن وأبين. ويستفيد من المشروع أكثر من 5700 طفل من ذوي الإعاقة والدارسين بمراكز محو الأمية، كما يشمل تقديم 20650 ساعة تعليمية فردية، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الدراسية وبناء قدرات الكادر التعليمي وتنفيذ الحملات التوعوية.
وضع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي ونائب رئيس جامعة حضرموت الدكتور عبد الله بابعير حجر الأساس لمشروع المركز الصحي بالمدينة الجامعية بفلك جامعة حضرموت بتمويل كويتي. وأكد الوكيل العمودي أهمية دعم وتبني مثل هذه المشاريع في محافظة حضرموت، مثمنا الدعم الكبير لدولة الكويت متمثلا في الجهة الداعمة بجمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس العالمي يبحث مع وزير الخارجية الكويتي العلاقات الثنائية بين البلدين. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لتقييم تنفيذ توجيهات معالجة وضع الكهرباء. واستعدادات مكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن بمنفذ الوديعة بحضرموت. في ختام هذه النشرة التفصيلية، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. في أمان الله.